سواء الناس اللي جالسين سواء الناس اللي المتقاعدين، تنشكروا الجميع وكنحيوهم على هذه الوقفه النضاليه، وكنتمنى من اعماق ديالنا باش نستمروا في النضال، لان الاستمرار ديالنا في النضال هو طريق الى الاتيان بالحقوق، هو السبيل الوحيد للحصول على المستحقات ديالنا. لذلك ارجوكم ان تواصلوا الكفاح. اذا هذه الخطوه ها هي مرت بسلام، وكنتمناو نزيدوا لقدام، والا ما كانت حتى شي حاجه راه غادي نزيدوا خطوات اخرين الى الامام. الان اللي واقع الان اللي هو الجديد هو ان مفتي ديال الشغل رجع لنا وعرف كل شيء، عارف كل شيء على الوقفه ديالنا، وعارف وراه طلب منا بانه غادي نمشيو باش نشدوا الاستدعاء وغادي نحضروا كاملين. الا كانت شي نتيجه ايجابيه اللي غادي ترضي الطرفين فاهلا وسهلا، الا ما كان والو راه حنا غادي نستمروا في النضال ديالنا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. كنتمناو من هاد المسؤولين هادو، كنتمناو من هاد المسؤولين باش يتحركوا لا على الصعيد، لا على الصعيد المؤسسه ولا صعيد الاقليم، باش يتحركوا ويوجدوا لنا حلول، ماشي هي الموحدين بل جميع المشاكل اللي كاينه في البلاد. مره اخرى كنشكركم، وموعدنا ان شاء الله في